بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. في البداية حبينا نشكر الانتربول على دعوتهم لنا لحضور هذا المؤتمر. في الحقيقة يعني يمكن اليوم ألقينا هاي الكلمة الخاصة بالملكية الفكرية، وأشرنا إليها إن إذا مدى أهمية الملكية الفكرية، وخاصة عندما يتنوع المؤتمر من قارة إلى أخرى، هذا يعني يطلعنا على ثقافات جيدة في مجال حقوق الملكية الفكرية. يمكن هذه يعني التقائنا بأناس كثيرين في مجالات مختلفة في الملكية الفكرية من دول العالم، هذا يضيف لنا معرفة كذلك، افساح المجال لنا بإلقاء ورقة عمل والمشاركة في ورش العمل، هذا كذلك يضيف لنا معرفة أخرى والتعرف على هؤلاء الناس اللي ليهم باع طويل في مجال الملكية الفكرية. المعرفة والالتقاء بالآخرين في مجال الملكية الفكرية، وخاصة في ناس متخصصين التقينا فيهم في مجال الملكية الفكرية واطلعنا على تجارب دول في هذا المجال، وكذلك اللي أضاف لنا أن احنا عملنا علاقات مع ناس متخصصين في هذا المجال، وخاصة في مجال تبادل المعلومات، في مجال المعرفة، في مجال التدريب. كل هذه أضافت الجمعية بعد آخر وطلعت على الأمور الخاصة في دول العالم فيما يخص الملكية الفكرية. يمكن مشاريعنا المهمة جدا هو المشروع إن شاء الله المؤتمر اللي بيعقد في دبي في شهر نوفمبر القادم إن شاء الله، بالإضافة إلى تركيزنا على التدريب التخصصي في المجالات المختلفة للقائمين على إنفاذ القانون في مجال مكافحة الجرائم الملكية الفكرية. يمكن بنخصص تدريب لأصحاب المختصين في الجمارك أو للناس في القضاء أو للقائمين عليه من حيث التنفيذ الشرطة. فكل هاي الأمور التخصصية يمكن الجمعية الآن بصدد أن الاتفاق مع مراكز متخصصة في هذا المجال، بحيث تكون هناك نقلة نوعية في المعرفة للقائمين على إنفاذ القانون في مجال حماية الملكية الفكرية.